ميلادي في كارديو أليكس 18 دكتور محمد مدحت. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي دكتور. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ أنا دكتور محمد مدحت، مدرس أمراض القلب في جامعة بني سويف. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي دكتور. ممكن حضرتك تكلمنا عن أنواع مشاكل ضربات القلب؟ هو الطبيعي ان ربنا سبحانه وتعالى خلق القلب طبعا بينقبض طول الوقت من قبل ما الطفل ما بيتولد وهو في بطن مامته لغايه لما يموت. ومع ذلك احنا بنحسش بضربات القلب في العادي خالص، الا في حاله من اثنين، يا اما ضربات القلب بقت اقوى من الطبيعي، يا اما بقت اسرع من الطبيعي او غير منتظمه. طيب مثلا حضرتك لو طلعتي السلم او بذلتي مجهود وقفتي لحظه كده بتحسي بايه؟ بضربات القلب. وتحسي بالنبض بتاع القلب ده موجود، اذا ده طبيعي مع المجهود علشان القلب بيضرب اسرع واقوى. طيب نفرض احنا قاعدين كده وفجاه حسينا بضربات قلب، ده ممكن يبقى من ايه؟ ممكن يبقى ضربات القلب بقت سريعه، تسارع غير منطقي لانه مش مع مجهود ولا حاجه وانا قاعد، وده بيبقى بنتيجه كهرباء زياده في القلب. على سبيل المثال مثلا من الحاجات اللي ممكن تعمل كده ارتفاع نسبه الهرمون الغده الدرقيه، فلو ان احنا بنحس الاحساس ده لازم نعمل تحليل الغده الدرقيه علشان نطمن ان ما فيش زياده في الغده الدرقيه. كمان كتير قوي من السيدات بالذات ممكن يعانوا من المشكله دي نتيجه الانيميا، لان هم بيعرضوا اكتر للانيميا نتيجه فقدان الدم مع الدوره الشهريه وكده، فبيبقى فرصه اكبر ان يبقى عندهم انيميا. الانيميا بتخلي ان الدم يبقى فقير شويه، فالقلب بيعوض ده ان هو يزود الايه؟ الضربات. فاذا ممكن تبقى كهرباء زياده في القلب، ممكن يبقى انيميا. وموضوع كهرباء بقى زياده في القلب دي ليها اكتر من نوع، في حاجات حميده جدا زي اللي بتيجي في الغالب للناس صغار السن اللي ما عندهمش مشكله عضويه في القلب دي، علاجها بيبقى علاج دوائي بسيط جدا وقد يصل الى العلاج بالقسطره عن طريق الكي. انما في نوع تاني بقى اكثر خطوره، هو ضربات القلب البطينيه اللي بتيجي نتيجه قصور الشريان التاجي، ودي بيبقى علاجها لازم ان احنا نعالج المشكله اللي سببتها اللي هي قصور الشريان التاجي، سواء بقى عن طريق القسطره وتركيب دعامات او عن طريق الجراحات. فده يعني بشكل مجمل كده على مشاكل ضربات القلب. حضرتك حابب توجه حاجه للناس اللي بتتفرج؟ يعني احب اقول ان يعني بالذات المرضى قصور الشريان التاجي، او خلينا نقول الريد فلاجز، امتى يبقى حاجه يبقى في اشاره خطر لو انا عندي ضربات قلب غير منتظمه او سريعه، ايه اللي المفروض اعمله او اهتم امتى واروح للدكتور امتى؟ واحد، لو انا مريض قصور في الشريان التاجي وبيجي لي معاها الم في الصدر. اثنين، لو حصل اغماء مع ضربات القلب السريعه. ثلاثة، لو في تاريخ مرضي في العيلة لحد من الأقرباء الدرجة الأولى لوفاة مفاجأة عند سن قبل 40 سنة. الحاجات دي لو موجودة لازم ما ترددش أول ما أحس بضربات قلب سريعة أو غير منتظمة أو قوية، لازم أرجع للطبيب المعالج. مرسي جدا يا دكتور، سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا السنة دي في كارديو أليكس. شكرا.